علينا واحنا بنعد للحفل. يعني في البدايه زي ما قلت لكم احنا كنا 10 وبعدين زادوا 5 فبقينا 15. دلوقتي عدد اللي هنكرمه النهارده ان شاء الله تعالى 65 حافظه لكتاب الله، نص بقوا 67. الله اكبر، ما هو كل شويه هيزيدوا. انا بقى عايزه اقول لكم احنا مثلا بنتفق مع مثلا المحل بتاع التطلي خلاص 30 زود ب 10 40 زادوا 50 يا جماعه 60، ولا الطبعه ولا بتاع المطبعه، ولا عايزه اقول لكم الاطباء جايه من بورصه. طب مين اللي جاي بورصه؟ طب اقرب جايه، طب تعالوا حد يجيب. كانت افلام رهيبه، لكن بالنيه الصالحه للناس القائمين منظمات ان شاء الله اشوفه واوريه لكم في الاخر، والناس اللي اجتهدت معانا والناس اللي تعبت والناس اللي يعني عندها بالعيل والاثنين والثلاثه، ويعني نتكلم زوجها. طب بس خمس دقايق نص ساعه بس يعني احتسب لحد. الحمد لله الدنيا ما تمت في وقت قصير جدا، اقل من 13 يوم تقريبا، يعني ما كملناش اسبوعين مع بدء النيه وقلنا توكلنا على الله. إيه هكذا الحياه يا اخوات، يعني كلامي للامهات اللي حاضرين، اللي عايز ينجز امر بس ادخلوا عليهم الباب، بس النيه انوي وقولي بسم الله ما تخافيش ربنا هيجيب الخير كله صدقيني. المهم الخطوه الاولانيه، مجرد انك نويتي الله سبحانه وتعالى يعين، هو مسبب الاسباب وبه سبحانه تقوم الاسباب، فيعطيكي. احفظي معايا كلام ابن القيم، يعطيكي باسباب، لان احنا امه السببيه ونكون قائم على السببيه. واحفظي وبدون اسباب ومع استحاله الاسباب ومع عكس الاسباب ومع عدم وجود اسباب باسمه الرب القيوم القائم على نفسه والقيوم على امور عباده. يعني ينفع اعمل حاجه او ابقى محتاجه حاجه من ربنا يقضيها لي الله عز وجل بدون انتفاء عقل؟ استحاله. ايوه. طب ما فيش ان يحصل؟ ايوه. طيب ليه؟ لان هو الرب القادر المقتدر الملك المليك. بالمعنى ده، وانا نفسي لو طلعنا من باب القاعه دي واحنا جوانا اليقين في الله، احنا ازمتنا مش ازمه عباده، الناس بتصلي صحيح بيتكسروا بس هم بيصلوا يصوموا والله كويسين. ازمتنا في يقيننا في موعود الله عز وجل، ازمتنا ان احنا ما عندناش يقين في المردود من الله سبحانه وتعالى، هي دي ازمتنا صراحه. لو احنا عشنا في الحياه انا عبد، ما عليا ابدا ما عليا غير ان انا ادعو الله واعبده، لا عايز رزق ولا عايز، هو الرزق من عنده، هو العطاء من عنده، هو التوفيق والسداد يهديكي ويسددك ويوفقك ويرشدك الله عز وجل. احنا ما عندناش كده للاسف، استغفر الله بجد. يعني الواحد محتاج ان هو يرجع قلبه تاني اليقين في موعود الله. مصدق ان ربنا رازق والرزاق ولا لا؟ مصدقه. مصدقه كلام النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مصدقين؟ طالما مصدقه افعلي، ارغمي نفسك واشرطي على نفسك وعلى جوارحك، الله ينجيني، الله يباركني، الله يعطيني، الله يرزقني، الله يسد عني، الله. لو انا في جنب الله ما اخافش، لو طلعنا من باب القاعه بالمعنى ده احنا كده حققنا اعلى معيار انجاز. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير.